معانا تليفون طبعا الكابتن خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني، وسلامي للمحترم كابتن احمد سامي والاستاذ سامي. طمنا برضو الاول على حالة طبعا كابتن مختار مختار، يعني هل كابتن مختار مختار تعافى بشكل كامل ان شاء الله، وهل شارك في التدريبات بالنسبة لفريق الانتاج الحربي؟ بعد اذنك بس كابتن هاني، ليا تعليق بسيط بس على الارقام والاحصائيات اللي اتعملت. اتفضل. ممكن بعد اذنك ممكن اقولها؟ اه طبعا، اتفضل يا فندم، وهكتبها كمان عشان ما ننساش. اتفضل. احمد شديد قناوي لاعب 17 مباراه من 17 مباراه، فهو من اكثر اللعيبه مشاركه في الدوري المصري، ومن افضل الاسيست من ناحيه الشمال، من افضل الاسيست ومن افضل الباك ليفت اللي موجود في الدوري المصري. دي بس يعني حابب بس ان انا اوضحها، لان هم قالوا اسم تاني خالص. لا طبعا احمد على فكره من اللعيبه المميزه السنه اللي فاتت مع الانتاج الحربي، وكان ولعب الماتشات كلها برضه، ولعب الماتشات كلها، لعب 120 مباراه متصله ما شاء الله. يعني عمل ريكورد ما شاء الله، وكمان اداء على مستوى كمان الهجومي، انا متابعه بشكل كويس، بيأدي بشكل هجومي وعامل اسيست من ناحيه الشمال اكتر من رائع. طمنا بقى على الكابتن مختار مختار. الكابتن مختار الحمد لله كان موجود امبارح في التمرين امبارح، بس هو ما نزلش الملعب، والنهارده كان موجود. كان برضو يعني قاعد موجود برا، لسه برضو هو بإذن الله الحمد لله حالة بدأت يعني تبقى كويسة جدا الحمد لله، وتحسن عن الفترة الأخيرة، وكل شغله طبعا وتعليماته مع كابتن مجدي عبد العاطي. طبعا كابتن مجدي عبد العاطي كمان، يعني طبعا ده المدرب السابق لفريق أسوان، ومن الشخصيات المحترمة جدا، وصديق شخصي، وعمل اعتقد لفتة طيبة جدا ان هو يمكن رجع يشتغل مع كابتن مختار كتير جدا، ورجع الانتاج الحربي كمدرب عام في الفترة اللي جاية ان شاء الله، يكون موجود كمدرب عام للانتاج الحربي. دي حاجة تحسب له بصراحة، ان هو الراجل بعد ما بيبقى يعني مدير فني او كده بيبقى صعب ان هو يشتغل مع اسم، لما يكون اسم كبير ممكن ان هو يشتغل معاه. فطبعا كابتن مختار كان من اول الناس اللي هو مجدي كان موجود معاه، ولما كابتن مختار عرض عليه يعني الامر، قال له انا عايز اساعد باي وضع. طبعا كان برضو موجود معانا في الفرقه وفي النادي، فبرضو حب يرد الجميل للمدير الفني وللنادي الانتاج الحالي. طبعا شيء يحسب طبعا لكابتن مجدي، وكمان بينضم لمنظومه اي واحد يعني طبعا يتمنى الانضمام لمنظومة عسكرية. وكمان كابتن مختار زي ما انت قلت تشتغل مع مجدي كتير، ومجدي كمان عنده رؤية، وعنده عارف اللعيبة بشكل كبير، فهيبقى خلاص الانسجام تام، وهيخش الفرقة بسرعة. خلاص يعني دخل من اول يوم بدأ دخل من بقاله 3 ايام موجود، من بعد مكالمة التليفون اللي تمت كان موجود في التمرين واشتغل، وده كان ثالث تمرين له النهاردة موجود، وعندنا تمرين بكره باذن الله في الفجر، بكره باذن الله صباحي هنتمرن بكره، ومسائي يعني بدا الامور تنضغط شويه بعد رجوع عوده اللعيبه النهارده، اول يوم من 20 يوم ان اللعيبه النهارده الحمد لله اللعيبه تكتمل الصفوف في نادي الانتاج الحربي. عاد لعيب واحد هيعمل مسحه بكره، وهو ما كانش عمل يعني كان اتاخر، فهيعمل بكره باذن الله المسحه بتاعته، ويبقى كده الانتاج الحربي باذن الله يعني الفريق صفوفه رجعت مكتمل الثاني باذن الله. طبعا نتمنى الشفاء للجميع، وخاصه كان في حالات كتيره جدا موجوده في الانتاج الحربي، لكن حضرتك بتطمنا طبعا على كابتن مختار وعودته للتدريبات مره اخرى، وكمان الحمد لله كل المساحات الاخيره لكل اللعيبه كانت سلبيه، ناقص ان شاء الله بكره مسحه باذن الله تكون سلبيه، ويعود الانتاج الحربي للدوري بكامل قوته ان شاء الله. الحمد لله باذن الله كابتن هاني، يعني متشكرين على الناس اللي كانت متعاطفه مع نادي الانتاج الحربي في الفتره الاخيره، وان هي دعمتنا حتى ولو بالسؤال، لان الموقف كان صعب جدا. احنا وصلنا لوقت من الاوقات ان احنا 7-8 لعيبه اللي موجودين، فكان الوضع صعب جدا. واتحاد الكوره برضو اجل ماتش اف سي، ده هيدي يعني متسع من الوقت ان احنا نبتدي نعيد ثباتنا ثاني في 10 ايام، لان اول مباراه لنا هتبقى النادي الاهلي يوم الجمعه الجايه باذن الله يوم 14. كل التحيه ليك ولكل الجهاز الفني والاداري لفريق محترم زي فريق الانتاج الحربي، مع تمنياتنا طبعا بالتوفيق ليك، وشكرا ليك كابتن هاني. شكرا ليك.